الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد من أيامنا أيام ست الستات. والنهاردة يوم مش أي يوم، النهاردة بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى عاطرة بالتأكيد. وأهم حاجة النهاردة وإحنا بنتكلم عن مولد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، في لمحات في حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام نحب إن إحنا نفضل نفتكرها، ونحب نفضل إننا نتكلم يعني ليه بنقول كل سنة وإحنا طيبين. هو الحقيقة كل سنة وإحنا طيبين بالدروس المستفادة من سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، دروس مستفادة من كل موقف عمله سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني كلمة كل سنة وإحنا طيبين دي أكيد بتحمل معاني كتير، وبتحمل أمنية إننا نفضل عايشين بالذكرى العاطرة، نفضل عايشين بالأخلاق الكريمة اللي علمها لنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كمان مولد النبي النهاردة بنتكلم وإحنا في شهر أكتوبر، يعني مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع ملحمة نصر أكتوبر المجيد. الشهر ده يعني بنستفيد منه أكتر استفادة لو بدأنا نربط نصر مع ذكرى عزيزة علينا وهي ذكرى مولد الرسول الكريم. النهاردة يعني منورانا ومشرفانا الأستاذة دينا جدامي الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة بالصحة والسلامة، والسادة المشاهدين وكل مصر وكل الأمة العربية كلها بخير وصحة وسلامة. آمين يا رب آمين. يعني إحنا في أيام كريمة، في أيام بنحتفل بيها، الأول سر إننا بنحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم أكيد يعني بيحمل مدلول أكتر من أننا نتكلم على حلاوة المولد، أو أن احنا نتكلم على التهاني، أو أننا حتى نتمنى لبعض أي أمنية. احنا لازم نقف في الذكرى دي ونفتكر لمحات أو مواقف من حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. نحتفل إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحتفل ازاي؟ دي هو ده يعني لب الموضوع الحقيقه، يعني ذكرى الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بتطيب لها النفوس، واحنا بنحب دايما نسمع القصص، ويعني بتنشرح لها الصدور والاذان، ومش هنبطل نحكي القصص لان احنا بنحبها جدا. طيب بس احتفل بقى فعلا ازاي؟ هل هنفضل نحكي؟ بنحكي طبعا لاولادنا الصغيرين و و و، لكن أنا عايزة حاجة عملية. طيب نعمل إيه؟ إحنا فعلا محتاجين نتحلى بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني اللهم صل وسلم عليه، يعني عنده من كمال الخلق. كل الناس بيعلمهم بشر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الرسول عليه رب علمه رب العزة سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى. بالظبط كده، يعني جت الخلق كلها أكمل الخلق، الصفات كلها أكمل الصفات، وهو يعني بنقتدي بيه في كل صفاته. طيب أعمل إيه النهاردة؟ يعني غير الحكايات، فتعالوا مثلا نقول كده نتخذ يعني حل عملي. انا بحب الحاجات العمليه. ايوه، يعني لو اتفقنا مثلا ان احنا هنحاول نقتدي بخلق من خلق الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا النهارده كده كلنا قبل ما ننام نقعد كده نحاسب نفسنا، انا بتحلى ايه بخلق الرسول عليه الصلاه والسلام، وناقصني ايه علشان ابدا يعني امشي على اقتدي بكل المواقف دي. بالظبط كده، هو كان يعني حياته كلها كان خلق القران، خلقه كله القرآن، فكان خلق كله جميل. فطيب أشوف أنا إيه الخلق اللي عندي وإيه الخلق اللي مش عندي. تعالي مثلا نشوف خلق زي الحلم. ما أحوجنا إليه النهاردة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس حلما وأكثر الناس سماحة، يعني يمكن أدوه أهل الطائف ورموه بالحجارة وأدمت قدمتين الشريفتين، لكن هو دعا لهم وقال يعني يا رب يصلح لهم حالهم، ويعني فإنهم لا يعلمون. طيب إحنا بنعمل إيه لما بنتحط في مواقف؟ هل لا إحنا عندنا مشكلة كبيرة؟ يعني ضغوط الحياة أصبحت صعبة قوي قوي، يعني مش بس أي مشكلة بتطلع أسوأ ما فينا. بالظبط كده، مش يعني ما فيش ما بيننا في العلاقات الاجتماعية تسامح
وتصالح ونقول طيبة، يعني الطيبة دي اختفت تقريبا. اختفت يعني بناء على مشاحنات الحياة يعني يعني ومستلزمات الحياة، بقت عندنا مشكلة كبيرة جدا في البيت، في الشغل، في كل حاجة. طيب احنا عايزين نتحلى بالخلق ده، تعالي نشوف كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا وصية جميلة قوي، قال ايه؟ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يعني هي نفس الكلمة لأهميتها كررها ثلاث مرات. طيب يعني ايه الفكرة في الغضب؟ لأنه الغضب أنا لما بغضب وبعلى في الغضب ببقى فريسة سهلة للشيطان، يعني سهل جدا أن هو يتملكني. يعني ممكن تلاقي كده بيت عادي آمن بسيط جدا، كلمة بس من هنا على كلمة من هنا الموضوع قام والدنيا كبرت وحصلت مشكلة كبيرة جدا ونبقى مش عارفين نحلها منين، والسبب بيكون حاجة بسيطة. طب إحنا لو نتحلى بالحلم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عليه ونحل مشاكلنا بهدوء هتتحل. يعني إحنا مش بنقول إنه نسيب حد يأكل حقوقنا أو لا خالص، لكن في طرق سلمية لحل الموضوع بعيد عن المشاحنات وبعيد عن الغضب وبعيد عن ده كله. طيب في البيت ايه رأيك نبدأ بلقطات من بيت الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، يعني مع السيدة خديجة ممكن نبدأ بالعلاقة دي؟ يعني لو اتكلمنا عن علاقة بقى الرسول عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة رضي الله عنها، هي علاقة منفردة يعني يمكن ثنائي مش هيتكرر في الكون كله سبحان الله. يعني يعني هو كان يعني هي كانت بتقر عينه بحبها وبسماحتها، وهو كان بيقول رزقت حبها، وهي كمان رأت منه ما لم ترى اصلا من يعني من اي من الرجال، ولا اي حد من الرجال هيقدر يوفي اللي هو كان بيعمله صلى الله عليه وسلم، لان هو كان رجل ذو وجدان منفرد، كان له عاطفه، كان يعني لا يشغله عمله خارج البيت عن انه امرأته داخل البيت، مش بس مع السيده خديجه، برضه هنشوف ده كله في المدينه لما مع زوجاته مع حيث عاشت كل امهات المؤمنين. احنا عندنا شقين لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الشق في مكة والشق في المدينة. في مكة هو عايش مع السيدة خديجة رضي الله عنها يعني طول الوقت، كانت منفردة زوجة واحدة تمام كده، وهي كانت بترعاه ويعني كانت بتقدره جدا جدا، وكانت يعني بتراه عظيما. تعالي كده نشوف موقف مواقفهم مع بعض، هنلاقيه بيطبق يعني القرآن بيقول لك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو ده كان شكل الحياة بالنسبة لهم. هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم يعني من آياته، دي معجزة إنه اتنين يبقوا مع بعض عايشين مع بعض في بيت واحد ليهم مصالح واحدة، دي معجزة. طيب أزواجا يعني وصفها إيه؟ قال لك السكن، المودة، الرحمة، ده الثلاثة دول هنلاقيهم هنا في هذا البيت. أزواجا لتسكنوا إليها، إيه هو السكن؟ الطمأنينة، الراحة، يعني كل الهدوء، كل ده. طيب المواد ده اللي هو الحب الموجود بين الزوجين اللي بيلطف الحياة. طب إيه هي الرحمة؟ الرحمة بقى اللي هي بتيجي بعد الزواج اللي احنا بنسميها دلوقتي العشرة. يقولك إيه اتنين دول بينهم حسن عشرة، دول بهتوا على بعض، دول طبعوا على بعض، هو بيتقبل منها كل حاجة وهي بتتقبل منها، هي هما كده. فيعني كانت مثال للحياة دي. تعالي نشوف موقف الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي. يعني الموقف ده لوحده كده يدرس لمدة أعوام. هو اللهم صل وسلم عليه كان بيتعبد في غار حراء ونزل عليه الوحي. طبعا يعني هو اعتراض زي اي بشر، مشاعر القلق والخوف، وراح للسيده خديجه كان بيرتجف من دثريني بالظبط كده، دثريني ولجأ للسكن. عشان بس نطبق كده نمسك الايه واحده. هو لجأ للسكن ليها لزوجته، ما راحش لاي حد من اصدقائه، كان عنده سيدنا ابو بكر، كان عنده ممكن اي حد، لا هو راح للسكن. هي كمان كانت يعني ذو علم وحكمة، فاحتضنته واستمعت ليه كويس قوي، استمعت للموضوع. احنا يعني محتاجين نركز على موضوع الاستماع ده، نخلص بس القصة. واحتضنته ودثرته وقالت له كلمات عظيمة ثبتته بيها. قالت له ايه؟ قالت له ابشر
اول حاجه اللي هي اول صدمه كده عشان ايه يعني يقول لك ده دلوقتي يعني ده طب نفسي في علم النفس بالظبط كده ده من علم النفس اللي هو ايه طمانينه بالظبط كده يعني حاجه عكسيه كده عشان تقدري ايه تواجهي الخوف بالظبط كده. فقالت له أبشر والله لا يخزيك الله ابدا وبدات تعدد له المحاسن الرسول عليه الصلاه والسلام بيعملها. طب هي يعني كانت عارفه كل ده يعني جمله حاجات اجتماعيه هو بيعملها لكن هي شايفاها واخده بالها منها وبتحبها فيه فعشان كده هي قادره تفتكرها. قالت له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث كل دي حاجات لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخزي لك فيها يخزي لك فيها ابدا بتعمل كل الحاجات الجيده اللي الواحد بيعملها في الحياه. بعد كده هو ايه ما اكتفتش بده هي كان لازم حل عملي عشان دايما بقول ايه احنا لازم عندنا حلول عمليه ايوه نفسيه وعمليه بالظبط كده. فقالت له لا احنا نروح لورقه ابن نوفل ابن عمها اللي هو العالم النصراني يعني بدات بقى رضي الله عنها وارضاها يا رب انها تاخد خطوات لزيادة الطمأنينة يعني كده. أنا كلامي طمنك طب تعالى بقى نروح لحد ممكن يفهمنا إيه اللي حصل بالظبط كده. دي مجرد لمحات النهاردة بنتكلم عنها. أنا أسفة الوقت انتهى قبل ما نكمل حتى لكن أعتقد أن اللي في القصة السريعة اللي حضرتك قلتيها هي دي خبرة حياتية إحنا نتعظ بيها كستات تمام. في التعامل كمان مع أزواجنا وطبعا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام يعني مش هنقدر نقول أن أزواجنا زي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن برضو ناخد لمحات وناخد عظة من حياة الرسول الكريم. الأستاذة دينا الجدامي الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا متشكرة جدا وكل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة بصحة وسلامة وكل مشاهدينا طيبين يا رب وحضرتك طيبة بصحة وسلامة. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا اليوم خليكم معنا.